مع ضيوفنا من القدس منسق اتصالات الأزمات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستيفان رايان. سيد ستيفان أهلا بك معنا. أرقام تشير إلى نزوح حوالي نصف مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة فقط خلال هذين اليومين استعدادا أو خوفا من الاجتياح البري الذي يتم ترقبه خلال ساعات إن لم يكن خلال هذه الليلة. هل لديكم أي معطيات إضافية عن حركة النزوح الفلسطيني في قطاع غزة؟ نحن لنا مخاوف كثيرة بسبب الظروف التي آلت إليها أوضاع المدنيين. نود أن نذكر كل منخرط في هذا النزاع بأنه لابد من حماية المدنيين وأن يتم السماح بإيصال الغداء والوقود والكهرباء والماء. الوضع يتفاقم أكثر فأكثر ولم يعد هناك ممرات لإيصال أي أدوية أو أطعمة وكل المواد الضرورية. الناس وقعوا تحت ضغط والأمور أصعب. نعم نحن نتابع معك الآن على الهواء مباشرة صور جديدة تنطلق من قطاع غزة. إذن طبعا باستمرار سماع هدير الطائرات طيران الحرب الإسرائيلي، صور مباشرة من قطاع غزة. قبل قليل مراسلنا نقل وأفاد بسقوط صواريخ جديدة انطلقت من قطاع غزة على عسقلان كذلك ودوت فيها صافرات الإنذار كذلك. نستمع كذلك للصوت الطبيعي مرة أخرى. هذا صاروخ اعترضته منظومة القبة الحديدية كما شاهدنا على الهواء مباشرة. بالعادة عندما تنطلق الصواريخ هذا صاروخ آخر، عندما تنطلق الصواريخ فهو يكون مضيئا إذا تمكن من الوصول فإنه يبتعد، أما إذا اعترضته القبة الحديدية فإنه يتشظى في السماء ويتلاشى بعد قليل. طبعا هذا في ظل طبعا الأنباء مشاهدينا التي تشير على اقتراب الاجتياح البري لقطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أنه سيبدأ عملية برية وبحرية وجوية منسقة للدخول إلى داخل قطاع غزة. طبعا هو يوم ثامن من هذه الحرب وهذا التصعيد الكبير وغير المسبوق بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة. طبعا رغم الغارات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة وأعداد القتلى الكبير فإن الصواريخ ما تزال تستمر في الانطلاق من قطاع غزة والسقوط في البلدات والمدن الإسرائيلية. إذن سنبقي عيوننا إذن على سماء غزة ومراقبة الوضع هناك عن كثب. في انتظار ذلك أو مع ذلك نعود إليك ستيفان في القدس. تحدثت عن قلق الصليب الأحمر الدولي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر من وضع الفلسطينيين داخل قطاع غزة في ظل الحصار وانعدام المياه والكهرباء كذلك. ماذا عن المسارات الآمنة؟ إسرائيل قالت إنها فتحت طريقين لخروج المدنيين في غزة. ما الذي رصدته لجنتكم لجنة الصليب الأحمر؟ هل حقا الطرق أو المسارات التي وفرتها إسرائيل هي آمنة لخروج المدنيين في قطاع غزة؟ من جهة الصليب الأحمر الدولي وحسب القانون الإنساني يظهر ما إذا كانت هذه القوانين تحترم أم لا. الناس الذين هم في غزة سواء طلب منهم أن يغادروا أم لا فإنهم يجب حمايتهم ولا يجب استهدافهم. هذا ما يفيد به القانون الدولي. هناك أشخاص كثر لم يتمكنوا من المغادرة، هم مسنون أو مقعدون أو لديهم ظروف صحية منعتهم، ولذلك هؤلاء يجب حمايتهم والأطراف المنخرطة يجب أن تحرص على حماية أرواحهم. ونحن لدينا عدد من المرضى الذين لم يتمكنوا من مغادرة المستشفيات التي طلب منهم أن يغادروا منها، ولذلك
لكي يجب أن يكون هناك توفير أمان أكبر للمدنيين، فالمدنيون محميون حسب القانون الدولي بصرف النظر عن أي شيء. نعم، طيب سيد ستيفان، هل هناك أي مساعدات تمكنت من الدخول إلى داخل قطاع غزة خلال هذه الفترة أم لا؟ إلى الآن الصليب الأحمر الدولي لم يتمكن من توصيل أي مساعدات لغزة. طالبنا من الأطراف المؤثرة والنافذة أن تساعدنا من أجل الدخول إلى غزة، وإلى أن نتمكن من فعل ذلك لا نعرف ما إذا كان هناك قدرة لنا على الوفاء بكل حاجات الأشخاص هناك، ولذلك الحاجة ماسة إلى ممرات آمنة، وكذلك يجب وقف إطلاق النار حتى نمر. نعم سيد ستيفان، ما هي مطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه المرحلة؟ أولا وقبل كل شيء يجب أن يوفر لنا الوصول لتقديم المساعدات ولعمالنا، كذلك يجب أن يكون لنا إمكانية لتقديم تلك المساعدات بشكل آمن، لكن الأكثر أهمية هو أن تتمكن الأطراف كلها أن المدنيين ليسوا جزءا من هذا النزاع وأن يضمن أمنهم. نعم، طيب ماذا كذلك عن الآن قطاع غزة هو محاصر ومقطوع عنه المياه والكهرباء والمساعدات الغذائية والدوائية كذلك سيد ستيفان، يعني ما هي السيناريوهات المرتبطة بهذا الوضع؟ ما هي المخاطر من هذا الحصار؟ بالتأكيد من المحزن جدا أن السلطات الإسرائيلية أعطت تعليمات في الأيام الماضية بإطباق الحصار على المدنيين في غزة، منعتهم من الماء والوقود والكهرباء، وهذا يتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني. الأطراف المتناحرة يجب أن تقر بأنه لا يمكن التهرب من القوانين وواجباتها القانونية. المدنيون يجب حمايتهم، وهذه مسؤولية حسب القانون الدولي. نعم، هناك كذلك مناشدات متعلقة بالرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، ما هي مناشداتكم سيد ستيفان؟ الصليب الأحمر الدولي يمكن أن يلعب دور الوسيط المحايد حتى يكون هناك حوار بيننا وبين السلطات، وهذا يشمل السلطات الإسرائيلية وكذلك حماس. من جميع النواحي نحن نجدد نداءاتنا بإطلاق كافة الرهائن في الوقت الحالي. كل يوم يقوم الصليب الأحمر بزيارات هؤلاء الرهائن لضمان ما إذا كانوا آمنين، وبطبيعة الحال يجب احترام مسؤولياتنا. ستيفان رايان، أنتم منسق اتصالات الأزمات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كنتم معنا مباشرة من القدس، شكرا جزيلا.